الغرض من الزيارة هي زيارة ميدانية لتفقد الفريق الفني القائم باستكمال الامداد المائي المقطع لمدينة رجبان أو المقاطع الأخيرة رجبان ورحبة أجاد ورحبات. الحمد لله اليوم كنا في جولة ميدانية في آخر الأعمال عملية توصيل مياه لمدينة رجبان، والحمد لله يعني العمل قارب على الانتهاء. توقع إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم أو منتصف الأسبوع ستكون المياه داخل فترة التغطية لمدينة رجبان إن شاء الله.